السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا هذه الوصفه الرائعه، نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البنات اليوم راح نطيب معاكم روز بالدجاج والزيتون مجمر في الفوق، تجي البنه ديالو مخالفه من يديكم، شهيدكم ان شاء الله في الجنه. الحبه تاع الروز كيما راكو تشوفوا، يعني الروز يجي على حبه ويجي مشرب بلا صوص والدرسه هذيك اللي درناها. المهم البنات نروحوا للوصفه. واش نحتاجوا؟ نحتاجوا راس تاع ثوم، شويه تاع ليده، زروديه 3 حبات قطعتهم مكعبات، زيتون اللي بدلت له الماء 3 مرات باش ما يفقدش يعني البنه ديالو، نحوا له برك هذاك الملح، وريقات تاع روند وتوابل دوك تشوفوهم معايا. في كوكوت مينوت البنات درت زوج مغارف تاع الزيت، ودرت معاهم غرفه ماشي معمره تاع مارغارين، تحبوا تستبدلوها بسمن تاني تجيكم النتيجه هايله. قويت للنار وقلبتهم تقليبه ولا زوج باش يطلقوا لي البنه ديالهم في هذاك ليدام. ابخي توت سويت البنات رميت زوج ورقات تاع الرند، ودرت الملح، درت الفلفل الكحل، درت التابل تاع الدجاج اللي يعطينا بنه بزاف هايله، درت مغرفه تاع فلفل عكري والكركم، يعني كميه تاع مغرفه تاع قهوه. ابخي توت سويت زدت حطيت الراس تاع الثوم، ودرت معاه حبيبات تاع الزروديه اللي قطعتهم هكا مكعبات، وبديت نقلي شويه. ومن بعد البنات رحيت زوج مغارف زوج حبات تاع طوماطيش مع مغرفه كبيره تاع طوماطيش مصبره، رحيتهم كامله كيف كيف ومرقت بهم هذيك الدوزينه. توت سويت نزيد نرمي معاهم الزيتون ونخلي كلش يتقلى كيف كيف مع رشه تاع معدنوس. شوفوا هنا نقعد نقلب نقص النار ونقعد نقلب في هذاك الدجاج حتى تولي الدار كامله تحبق بهذيك الدوزينه الشابه. نغسل الطاس ديالي اللي رحيت فيه الطوماطيش ونمرق به مع الاول، هي تتقلى تخي تخي بيان. على بالكم التقليه الاولانيه هي اللي تعطينا النتيجه الرائعه، علاه؟ بيسك الطوماطيش تروح لها لاسيديتي تاعها. كملت مرقت البنات وغلقت الكوكوطه. وفي جهه واحده اخرى البنات هذا الروز اللي خليته مده ساعه في الماء، يعني بدلت الماء شحال من مره، في مقله درت مغرفه تاع ليدام وشويه تاع الزيت، وحطيت الروز ديالي مع شويه تاع ملح فقط وشويه تاع كركم، وبديت نحمس فيه. نبداو نحمصو غير بشويه بشويه حتى نشوفو الروز تشرب كامله هذاك ليدام، وبدا اللون ديالو يروح للذهبي. تماك نطفيو عليه ونبداو بيان سيغ. انا حليت لاكوكوت مينوت، نحيت الدجاج حطيته بجيه، ومن بعد هاتيك رميت الروز ديالي بون، نحيت واحد الغراف ونص تاع المرق حطيته بجيه وحطيت الروز. الروز هذاك اللي كنت نحمسته معاكم البنات نحسب 5 دقائق فقط ونطفي عليه، اكو تلقاو تشرب النص تاع المرقه فوالا. ومن بعد هاتيك البنات نروح يعني في ان ريسيبيون ندير تتبيله اللي راح نحمر بها الدجاج، اللي الدجاج طاب 100%. انا هنا ندير مغرفه تاع ديسير تاع موتارد، نزيد معاها شويه تاع عكري. انا العكري ديالي يعني مخدوم في الدار، يعني ما نخافش منه يطلق لي المراره، لا لكن تاع السوق ردوا بالكم. هذه الكميه تاع المرق اللي بعتها بجه فوالا، نزيدها مع هذيك لا موتارد ومع هذاك العكري، وهكذا نتحصل على اون مارينات اللي راح نديرها فوق الدجاج. نو سولمون الدجاج يزيد يولي انكور بلو بون، يزيد يولي بنين اكثر، والوجه ديالو يجي محمر مجمر كيما يحب خاطركم. درت هذيك التتبيله بانسو في طرف تاع الدجاج كامله، ومن بعد هذيك جبت ان بلاطو ان بيغيكس اللي روح للفوق، وحطيت فيه هذاك الروز اللي راهو طايب تقدروا تقولوا 80%. قلت لكم خليته 5 دقائق وطفيت عليه. نستف هذاك الدجاج ونحط لو فوغ ديال لو بلاطو تاعي في الفوغ اللي شعلته من الفوق ومن التحت، اللي الفوغ ديالها يعني يشعل من التحت برك ما يشعلش من الفوق ومن التحت، ما عليكم غير تشعلوا من التحت هو يشرب خلاص لاصوص، يعني الروز يشرب لاصوص، انتو عاودوا شعلوا له من الفوق باش تتحصلوا على هذه التحميره اللي واش نقول لكم تجي بزاف بزاف بنينه. الدجاج واش نقول لكم يجي من يديكم طيب زبده كيما راكو تشوفوا، والروز ديالنا يجي فارك على حبه لكن ما يجيش ناشف. كاين بزاف اللي يطيبوا الروز ديريكتومون في لو فور، ايبا تماك يطيب يجي بنين بصح يجي ناشف. اما كي نطيبوه 80% كيما درت انا ومن بعد نخلو له غير التجمار على نار قليله في الفوق، نتحصلوا على نتيجه. واش نقول لكم طيبوه ودعوا لي دعوه الخير. هذه يا حبيبات قلبي بالنسبه للوصفه تاع اليوم، ان شاء الله نالت الاعجاب ديالكم. ودركا ما قعد لي غير نقول لكم حبيباتي دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.